بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإعلان أو الرسالة رقم 2 عن الدراسة، وقد أسميناها دوام أو هاشتاج دوام أندرسكور ED، يعني education، تعليم. فكانت الرسالة الأولى عن المسمى، وهذه الرسالة الثانية عن عناصر الدراسة. طبعا الدراسة مستهدفة في خلال عامين 1000 شابة، فسنبدأ بإعداد المنهج لتسجيل 50 شابة إن شاء الله. سيبدأ العمل أو السنة الدراسية تبدأ في 5 ذي الحجة وتستمر 10 أسابيع، ثم أسبوعين إجازة أو أسبوعين أو ضمنها الامتحان، ثم 10 أسابيع أخرى، بحيث أنه يكون هناك 10 أسابيع إجازة. في التسجيلات هذه أو الرسائل هذه نحن ليس بصدد طريقة العمل، ولكن نتكلم عن الدراسة والمستهدفين في الدراسة. فالعينة من 1000 شابة هي 50، يعني الميل الأول من 1000 هو 50 شابة، فعندنا 20 خطوة إن شاء الله. بعد ما نكتمل الخطوة الأولى تبدأ 20 خطوة بعد عام، يعني في 5 ذي الحجة لعام 1444 سنبدأ السنة هذه 5 ذي الحجة 1443، ثم تكتمل الدراسة إن شاء الله، يبدأ التسجيل للعام الثاني، ويكون كل المعلومات موجودة بخصوص دوام اللي هو دراسة وقف استثمارات كما هو مبين. مياه، طبعا هنا نقصد المياه إنتاج مياه من مصدر غير الكهرباء، ومصدر يعتبر مستدام أي من الهواء، إنتاج الماء من الهواء وبالطاقة الشمسية. أشكركم.